السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد جينا باش نصوروا لكم هاد الواد. إذا أمطار غزير عادي جدا اللي نزلت اليوم 25 مارس 2024، أمطار غزيرة اللي نزلت بسيطة جدا من مجهدة، ولكن لو كان كانت العاصفة رعدية من مجهدة غادي تشوفوا هاد الواد رائع جدا. هاد الواد فين كيتواجد؟ كيتواجد خاص مدينة أكادير، تا هو كيجيب السيول بعض المرات كيوصل تما حتى لهنا. إذا غادي نشارك معكم كل شيء، اللي عليكم هو تبع الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناة 400 كا فرجة ممتعة. كما كتشوفوا معنا اللهم بارك، هذا هو السيول والفيضان خاص في أكادير، اللهم بارك. اذا سبحان الله كما كتشوفوا هذا الماء كيدير، شوفوا تبارك الله اللون ديالو رائع جدا، ديال السيول وديال الفيضان. اذا هذا الماء وهذا الفيضان كيمشي للبحر، هذا هو الواد، من هنا حتى لهنا واد، ولكن ملي كتكون العاصفه رعديه مجهده الواد كيوصل هذيك البلاصه وكيوصل حتى هنا. دابا جاب واحد شويه، اذا النيفو ديال الامطار غزيره هو هذا. اذا اللهم بارك، اذا امطار غزيره رائع جدا نفع، وفي نفس الوقت كما كتشوفوا هذا الشيء زوين تبارك الله، رائع جدا جدا جدا، شوف تبارك الله. هذا ما كيتزاد، باش نكون واضحين غادي يتزاد بعد تقريبا بعد ساعه ساعتين، اذا كانت عاصفه رعديه من جديد غادي يتزاد هذا الواد. اذا حتى انا جيت باش نصور لكم هذا الواد، كيعجبني ايوا درت لكم فيديو. اذا هذا واد تبارك الله، وفي نفس الوقت هذا الواد قريب ليا في اكادير. اذا واد سوس بغينا نغامروا الى واد سوس، ولكن خفنا ما يجيبش الفيضان، نمشيو حتى تما وما نلقاو والو. اذا غادي ننتظروا، اذا كانت عاصفه رعديه هذه الليله بزاف وغدا غادي نشارك معكم ما افضل ان شاء الله، ونصور لكم واد سوس. شوف تبارك الله شي حاجه زوينه، اسمع اسمع اخوتي اسمع، تبارك الله تبارك الله، واحد الصوت رائع جدا. هذا ديال الفيضان، الصوت ديال الفيضان، شوف تبارك الله، شوفوا واو 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 واو، شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هذا السيول، هذا الفيضان، زيد 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 في البحر، باش تكونوا واضحين. اذا قبيله راه جاب غير واحد شويه، دابا بدا كيتزاد، باش نكونوا واضحين بدا كيتزاد هذا الماء ديال الفيضان ديال السيول. اذا بحال الاوديه خاص بعض المناطق يكونوا السيول فيهم، تبارك الله شوفوا، اللهم بارك، هاي 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 هاي، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوفوا شوفوا يا اخوان، شوفوا شوفوا الواد، شوفوا هذا راه واد، ما تحقروش راه واد هذا، والله الا واد بالله ما تحقروش راه واد هذا، شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، واد أكادير سبحان الله، شوفوا تبارك الله. إذا هو كما كتشوفوا السيول الفيضان أمطار غزيرة، هذا الواد ما يخافش منه بزاف، بزاف كيخاف من هذوك الأودية صعاب، باش نكون واضح، هذا عادي جدا. نشاركوا معكم حتى لهنا، شوف شوفوا تبارك الله، هذا واد، اللهم بارك. هنا مدينة أكادير، هنا في اتجاه كاينة أكادير، هاد البلاصة فيها مدينة أكادير، هنا لاكوت، اتجاه كاينة لاكوت هنا، هنا فاش كاينة لاكوت، وكاينة لاكوت هنا، وكاينة لاكوت هنا. إذا هاد الواد يقدر تعرفوه بعض الناس اللي ساكن في أكادير، عرفنا صاحبي، وانت راه باين هذاك واد، عرفنا، شي وحدين يقول لك حتى فين جا هاد الواد؟ هاد الواد فين جا؟ شي وحدين ما يعرفوش، شي وحدين غادي يعرفوه. إذا استمتعوا لينا، تمتعوا لينا بهذا الفيضان، تبارك الله، شوف، هاي 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 هاي، سبحان الله، شوف شوف السيول، هذا الفيضان، عزيز عليا الفيضان، تبارك الله، كون شفتوا الإحساس ديالي كيدير، عزيز عليا.
ناري يكون كان شي واد في تفره وتا اللي شي واد في شي بلاصه، عرفتي كي غيكون؟ واو 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 واو. والترام يمكن شي حاجه زوينه، ولكن بحال عاوديه بحال ديال اكادير كيكونوا قلال. هذا نيت لو كان جاب الفيضان بزاف غادي يبان لكم واعر، حيت هو دابا ملي كيكون السيول بزاف كيكون واعر. تبارك الله، شوفوا واد اكادير، سبحان الله. اذا امطار غزيره باقي مستمره في المغرب، اذا اليوم الاثنين كاينه الشتاء، غدا الثلاث كاينه الشتاء، الاربعاء كاينه الشتاء بعد المدن في المغرب. اذا شفنا الفيضان خاص في مدينه اسفي، اللهم بارك. ونتمنى تكون عندنا حتى حنا السيول وتكون عندنا الفيضان باش نصوروه لكم. حنا غير كننتظروا يكون الفيضان نصوروه، حنا دائما في الوقت المناسب. دائما في الوقت المناسب. شوفوا تبارك الله، شوف سمعوا سمعوا سمعوا، هذا الصوت ديال الواد. باش تعرفوا الصوت ديال الواد هو هذا، سمعوا بري 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 بري، بحال هكا كيدي. كيتزاد كيتزاد الاخوان، راه كيتزاد الاخوان، راه باش نكونوا واضحين، راه الواد كيتزاد. دابا يقدر يجيب الفيضان خاص في شي جبوله الفوق ديال اكادير، لا واحد ديال اكادير ويتزاد، حيت هو كيجيب الفيضان من دوك الجبوله وكيدير للبحر، اللهم بارك. اذا كيعجبني الواد، حتى انا جيت باش نصور لكم مع الواد. وفي نفس الوقت رمضان، راكم عارفين شهر رمضان كيكون صعب جدا. اول حاجه انا صايم، والابداع كيكون صعب جدا، حتى بالنسبه للهضره كتكون صعبه جدا في شهر رمضان، تهضر وتبدع، لان يقدر تهضر غير دقيقه جوج دقائق كتعطش، ولا ما كيكونش عندك واحد النيفو باش تتكلم بالاريحيه، كيكون صعب جدا في شهر رمضان. ولكن على قبلكم انتم ما كاين حتى شي مشكل، عارفين بانه عزيز عليكم السيول والفيضان. اذا باش نوضحوا لبعض الناس، انا المحتوى ديالي ديال الفيضان، القناه ديالي كلها مبنيه بالفيضان ديال السيول. تبارك الله كما كتشوفوا، اللهم بارك. شوفوا اشوفوا هاد البارتي، شوفوا هاد البارتي، هذا ديال الواد، هادي الكشكوشه، الكشكوشه ديال الواد، الكشكوشه كتعرفي بزاف. هيا زادت، هيا مشات، شافت بزاف وهي تهرب، كتعرفي بزاف. اذا هذا هو واد ديال اكادير، جاب واحد الشويه. ونتمنى الاعجاب ديالكم والاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا واخا هو قليل، ولكن راه كيجيب الفيضان بعد ساعات تقريبا، تكون الشتاء في الليل غادي تزاد هذا الواد، هذه البلاصه كما كتشوفوها. هنا الجره، هنا سمعتوا الجره، وهنا الجره، هنا السكوتي، هذه البلاصه السكوتي، سمعوا ما كاينش، هنا السكوتي، هذه البلاصه السكوتي، هنا القراحتو السكوتي. غادي ب 80. اذا اجواء خياليه، اجواء رائعه جدا ممتعه. اذا هذه البلاصه زوينه عجبتني، نصور فيها هذا الواد، اللهم بارك. تبارك الله تبارك الله بالنعمه ديال سيدي ربي. اذا نتمنى الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناه 400 كا. اذا راكم عارفين هذا الوقت الناس في المنازل ديالهم صايمين، اذا انا اللي جيت نصور هذا الواد، اللهم بارك. وهذه فرصتي، الفرصه ديالي باش نصور الواد بالاريحيه ديالي كما بغيت. حيت ملي كيكونوا الناس بزاف كيدورون جينا الناس، اللهم هذا الوقت خاويه ونصور الواد على خاطري ونبدع على خاطر، افضل حاجه. اما دابا ربما يكونوا الناس، بعض الناس يقول لك صورني، بعض الناس يقول لك شكون انت، كاين اللي بغى يسول فيك، كاين اللي بغى يعرف شكون انت، كاين اللي كيقول لك علاش كتصور، كل واحد كيحط رايه. وحنا لا ما مسالين لهذا الشيء، حنا ما مسالينش الراي ديال الناس، حنا خلينا نتوافق بنتنا، خلينا نخدموا. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء علاش تسولني وتسولني على السيول، علاش هذا الشيء راه باين كاع، ما تحتاج تسولني، انا والواقع. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، وفي نفس الوقت شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا اي هي 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 هي، النعمه ديال سيدي ربي، الرحمه ديال سيدي ربي، راه الشتا كله
الفضل ديال الله سبحانه وتعالى. شتي الشتا كلها فضل ديال سيدي ربي. اسمع اسمع اسمع، الله الله، لا صوت ديال الود رائع جدا، النعمه ديال سيدي ربي. راه كيتزاد لي خون والله الا كيتزاد بالله. ايماجين الضغط صورتي سف ربي سف عنور ستي ويتغيات ربي سف صورك كرا واسي في البليح. انا ضغط صورتي صوانا شي كاك باسي فوالا زرقكم شكد هو مال ديوي ودياني ميك تروبل فلوق الفياضه ما نسى الفياضه غادي قال الفياضه مرة داو نزل سكرة هاتي غاية داي فاربي غاية ديوي انا ما يغضر بي هاتي غاية ديوي غاية اللي ديوي هاتي صورت وكنو الركور هاي يمز هاي يمز من 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 راسا من غين ارغيت ورنكور هاي باش داو نصور غاية اللي ترام كني الله يجعل بركة. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي في هاد الفيديو، حاولنا باش نشاركوا معكم هاد الواد الرائع جدا. نتمنى الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وغادي نحاول الا كان ربما كاينه امطار غزيره مجهده غادي نصور لكم واد سوس، غادي نصور لكم واد تغازوت، واد اورير، بعد الاوديه خاص في النواحي ديال اكادير، غادي نديروا مجهودات ديالنا باش نصوروا جميع الاوديه خاص اللي قدرنا عليهم. اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تحياتي أكادير المغرب.